مشجعينا الاوفياء، مرحبا بكم معنا في قناه جي تي سي. كنتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم معنا في نهار جديد، ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. كما تشوفوا الاخوان جبرتوني الان كنتواجد في البحر. اليوم ان شاء الله الاخوان في الفيديو غنصطادوا بالتنابل وغنصطادوا البلام هنايا ان شاء الله، ومعايا الرئيس سليمان والنسيب ديالي حميد. غنصطادوا هنايا ان شاء الله غنبقاو حتى العشيه. وقبل ما نبداو الفيديو ديالنا الاخوان كما العاده، خليكم معايا من بعد هذا التفاصيل قصير وغادي نرجع. كما قلت لكم الاخوان اليوم ان شاء الله غنصطادوا بالتنابل نفس الفيديوهات اللي فاتوا. غنصطادوا الاخوان السردين اللي عملنا له الملاح في الفيديوهات اللي فاتوا. دخلوا القناه باش عرفوني الاخوان علاش كنهضر الناس اللي ما تفرجوا في الفيديوهات. الفيديوهات اللي فاتوا يعني عملت واحد الفيديو طويل بزاف، صمتوا بزاف الاجزاء باش ما يجيش الفيديو طويل. كل سيمانه كندخل لكم واحد الجزء، وهذا الفيديو ان شاء الله غيكون تقريبا بحالو. جبرتو معايا الرئيس سليمان النسيب ديالي حميد اللي كانوا معايا في نفس الفيديوهات اللي فاتوا، البلاصه كيتلاقى فيها الواد والبحر. البلاصه الاخوان كتواجد في اقليم شمساون. المصيدة الاخوان كيتواجد بين قريه بسطيحه وقريه اجمعله. كما كتشوفوا قريه اجمعله كتبقى ليها. دابا خليكم الاخوان معنا باش نبداو نصادو، وكنطلبوا من الله اننا نشبروا شي حصيله ونفرحوكم بها. خليكم معنا الاخوان. الاخوان كما كتشوفوا يلا وصلنا، يلا نصب التشمبيل الاولي. ها هو هنايا كما تشوفوا معايا، هذا التشمبيل الثاني. كما سيبت الاخوان عدت لها الحجره، ضربت عليها الحجره طاحت، وغنشوفوا دابا واش حصلت فيها شي حاجه ولا لا. خليكم الاخوان معايا. واضح الاخوان هي كضرب عليا يعني حاصله وحيده. غنجبد بسم الله، غنجبدوها حاجه صغيره وحيده. هيا اول بلام، هذه اول تسيبه الاخوان شبارتها. يلا سيبت هي ترى طيب، غنسلوها الاخوان ونشوف واش غنزيدو شبارتها. هذه اول بلامه الاخوان. غنزلوها ونزيدو نشوف واش غنشبرو شي حاجه. خليكم معايا، غنعاودو نسيبو التشمبيل. كما كتشوفو الاخوان كان طعمو بزاف السردين. هذه الصناره اللي حصلت فيها. كنصطادو بالتنابل كما تشوفو معنا في الفيديوهات اللي فاتو. وهاد التشمبيله الاخوان فيه ثلاثه صناي. غنسيبو الاخوان ونتوكلو على الله نشوفو واش غيطرا في الريح. خليكم معايا. عاودنا صبنا التشمبيله الاخوان، نسيب دابا كيما كتبو معايا. هيا معايا زاد زاد كيما كتبها الاخوان.
التنبيه باقي في يدي، وهي جرات عليا شي وحده وهربت، دابا تعاود تضرب. كانت قريبة تحصل، هي غتعاود تضرب ان شاء الله ونجيبو هاد. هي حصلة دي الشعرة كنسيبوها بعيدة، جوج السليمة واحدة كبيرة ولا جوج. شوفوا الاخوان الناس اللي تعاود تحصل جوج مورا بعضهم، لا ينام مورا بعض كيما سيفتها وهي كتجر علي. جوج الاخوان مورا بعضهم هادو غنمشيو نسلوهم، غنجيب الطعم وغنعاودو نسليم. خليكم معنا الاخوان، الاخوان غنحشو هادو في السطل دابا يلا جوج. بالنسبة للطعم اللي كنصادو بيه كيما تشوفو معنا الاخوان، هذا الطعم هذا اللي كنا عملنا له الملاحة السردين ملحناه، هو هذا الاخوان. يعني دابا هذه المرة الثالثة غنصادو بيه السردين ديالنا مملح، غنشبرو الشفرة الاخوان وغنرجعو نصبو التشنابل ديالنا. بهذه الطريقة كنقطعو الطعم، بقا يطيح في الأرض ماشي مشكل. عندنا هاد الطاسة هادي كنسلو فيها، كنجيبوا الاخوان شي لوحه بحال هذه كما كتشوفوا. هاد اللوحه هذه مزيانه باش كنقطعوا عليها الطعم، كنديو الطعم ديالنا ويلا بحالنا نصبوا تشمبيل. واحد التشمبيل منصوب وواحد باقي عاد غنصبوه اللي شبرنا به البلامات دابا. عاد يعني عندي ثلاثه تشنابل غنصبوهم ان شاء الله كما شفتوا معنا في الفيديوهات اللي فاتت. يلا جو معنا طعموا التشمبيل ديالنا الاخوان اللي شبرنا به ديك البلامات دابا. طريقة الطعم سهلة الإخوان، السنارة الثانية وهذه السنارة الثالثة. غنشبرها الإخوان تشبي ديالنا، كما سيبت الاخوان جرد والله الا كما سيبت جرد. كما شفتوا الاخوان معايا كما سيبنا التشمبيل ديالنا باقي يلا هزيت الشعرة في يدي وهي كانت كتجر حر، لكن ما حصلتش غير جرد وصافي. غنستناو هاد عاود تضرب، نتبعوها
جبتي بعيد على الاخوان سيدنا غير سبب كيضرب علينا البلام غير في الموجه قريب. غنزلوها الاخوان حتى تعاود تضرب. الاخوان دابا غنزيدنا نصب البنزين، هو عندي واحد التمبيلي اخر هنايا. غنصب الاخوان التمبيلي اخر وغنرجعو نصادو بهذا، غنشبرو في يدي ما غنخليهش يكون قاصبه باش كيما غضرب الاخوان جبدوها. خليكم معانا الاخوان، كيما كتشوفو كننصب التمبيل الثالث، والتمبيل اللي شبرنا فيه جوج اللارانية دابا عاد ديك اللارانية اللي ضربت عليها وما حصلت شي كنظن رجعت ضربت الحجرة طاحت اجا سليمة. حصل الاخوان حصله بسم الله، البلامه اللي ضربت عليا وما حصلت شي غير خليت التمبيل منصوب هي عاودت تضرب. هادي الاخوان دابا تسالت